تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. تحمل هذه الطائرة على متنها مواد طبية وغذائية، وبالإضافة إلى 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة. نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم لضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدث في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. إحنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجوية جوا يعني أو بالقوات البحرية بالبحر أو برا، لأن حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. تأتي هذه المساعدات لتؤكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.